سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبأحوال جيدة ان شاء الله. ومرحبا بكم. الفيديو ديال اليوم كما كتشاهدوا معايا انا غدا الميركادونا، غندير معكم جولة في الميركادونا على المنتوجات اللي سولوني عليها البنات. بزاف ديال البنات قالوا لي شي منتوجات كنت استعملتهم معكم في الوصفات ديالي ديال الطبخ وكذلك ديال التجميل، قالوا لي فين كيكونوا في الميركادونا. غادي ندير معكم جولة فيها وغادي نوريكم يعني الاماكن ديالها فين كيكونوا هاد المنتوجات والثمن ديالهم. كما كتشاهدوا معايا انا هنا قربت ندخل الميركادونا وكما كتشاهدوا راه بنادم كيوقف، كديري التعقيم اليدين ديالك ومن بعد كتلبسي الليكات او الليكوات وعاد كتدخلي. يعني اي تنده ولا اي محل تجاري كيكون فيه ضروري كما كتشاهدوا معايا. وبطبيعه الحال البنات راه انا دايره الماسكاريه او دايره الكمامه بطبيعه الحال. اول حاجه البنات غادي نوريها لكم هنايا هي الخمارات ديال الحلوى. كانوا دايرين البنات دايرين ليهم 60 سنتيم الباكيه وكان فيها 6 ديال الساشيات. انا غادي نوريها لكم هي هذه البنات راه دايره 60 سنتيم فيها 6 كما كتشاهدوا معايا 6 القطع او 6 الساشيات. الجديد ديالهم هما هذه، يعني داروا خمارات ديال الحلوى في قرعه على هذا الشكل هذا فيها 200 غرام. الثمن ديالها دايره اورو 20 يعني ثمن مناسب. وحتى العبار اللي بغيتي تعبري كما كتشاهدوا معايا راه معلقه صغيره ممسوحه فيها 5 غرام، يعني الا درتي جوج معلقات صغارين راه هي 10 غرام. صراحه زوينه عجبتني هذه الفكره والثمن كذلك مناسب. وبالنسبه حتى الخميره الفوريه او الخميره ديال الخبز كما كتشاهدوا معايا راه كانوا دايرينها في الساشيات، عقبوا يعني زادوا في الكميه ديالها تقريبا هنا راه 500 غرام اي نص كيلو ديال الخميره ديال العجينه، يعني خميره حبوب حتى هي يعني ضاعفوا لها الكميه ديالها والثمن ديالها مناسب دايره 2.50 اورو. كما كتشاهدوا معايا البنات هذا الشيء راه كاين جيت البلاصه ديال الدقيق، والجهه الاخرى البنات كما كتشاهدوا معايا راه كاين الرز العدس، يعني كاع القطنيات. راه ديجا وشاركت معكم واحد الفيديو ديالي درت فيه جوله في الميركادونا، يعني وريت كاع المنتوجات اللي كناخذ من الميركادونا وكاع الحاجه اللي كناخذها وبلاصتها فين كاينه. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف لو بغيتي تعرفوا تشوفوا يعني المنتوجات كامله. انا هنا غير بغيت نمشي فقط للمنتوجات اللي سولوني عليها البنات في التعاليق. شحال من وحده سولتني على بزاف ديال الحوايج، داكشي باش يعني كنمشي ليها نيشان. وكما كتشاهدوا معايا البنات هنا راني جيت البلاصه ديال السمك اللي مجمدينه اللي يكون مجمد. بغيت نوريكم واحد السمك صراحه زوين بزاف كناخذو وغزال صراحه زوين زوين، الثمن ديالو كذلك مناسب. كما كتشاهدوا معايا هنا راه الاشكال والانواع اللي فيه لي كلهم. وهنا كاين بالنسبه للبلاستيك الغذائي ولا البابي الومنيوم ولا هذوك الكويغطاس كذلك راه كيبيعوهم تما. هذا هو البنات كما كتشاهدوا معايا راه دايرين فيه الاوفيطا ديال 4.50 اورو، هو هذا اللي فيه لي فيه 6 ديال القطع. الصراحه كيجي رائع في الفران ولا مقلي ولا يعني تحري غير 5 دقائق دغيا كيطيب صراحه زوين بزاف. وكاين هذا حتى هو اللي فيه تقريبا ما شحال من قطعه، يعني المذاق ديالو مختلف ماشي بحال الاول اللي كنت وريتكم. المهم هذا حتى هو كنسولتني عليه واحد البنت. وبالنسبه لهنايا الفرماج، هذا الفرماج صراحه زوين بزاف بزاف، راه فيه كيلو 50 غرام كما كتشاهدوا معايا ودير 4.50 اورو البنات، غزال. تقدروا ديروه في البيتزا، تقدروا ديروه كذلك في الساندويشات كما كتشاهدوا معايا هنا الفوق راه مقطعينه. وغادي نوريكم حتى الشرائح ديالو نفس الماركه هما دايرينو هنايا بالنسبه للساندويشات. صراحه انا كناخذ هذيك الكره الكبيره وكنبقى ديك الساعه نقطع منها ونديرها في الفريغو. اللي كنديروا ساندويشات كنديروا ساندويشات، واللي كنديروا في كذلك في الكراتانات ولا في البيتزا. وكذلك البنات راه كما كتشاهدوا معايا راه كاين الفرماج ديال الموتزاريلا، الفرماج ديال العلب ديال الدهن، كاين كلشي. يعني واخا هاد الازمه ديال الحجر الصحي تبارك الله راه كلشي كاين، كلشي موجدينو كلشي موفرينو. وبالنسبه للبلاصه ديال الزيت كما كتشاهدوا معايا غادي نوري للبنات اللي كانوا سولوني على الزيت ديال الكوكو، كناخذو من الميركادونا، هو هذا يعني فيه 400 غرام داير تقريبا 4.50 اورو، راه كيتباع جيت البلاصه ديال الزيت. وهنايا كاين حداه كذلك الزيت ديال لافوكا كما كتشاهدوا معايا راه فيها 250 مليلتر دايره 5 اورو، حتى هي راه ديجا وشاركت معاكم يعني القرعه ديالها قلت لكم كناخذها من الميركادونا. راه هذه هي البلاصه يعني جيت الزيت غادي تلقاوهم الفوق، كذلك كاينه زيت الزيتون بالانواع ديالها كذلك. وهنايا غادي نوريكم الزبده اللي كنستعملت معاكم في الصابلي، ها هي فين كاينه، يعني كاينه جيت البلاصه فين كاينه الزبده الانواع والاشكال ديالها، راه كاينه في الطبقه الثانيه. ها هي هذه دايره 1.50 اورو فيها 250 غرام، الصراحه كتجي بالصابلي لذيذ بزاف وزوين بزاف بزاف كما كتشاهدوا معايا. هذا هو الشكل ديالها،
وبالنسبه كذلك الحليب المركز المحلى اللي بغات تشريه في الميركادونا راه كاين هنايا داير اورو العلبه ديالو الصغيره، وكاينه العلبه ديالو الكبيره راه حداه تقريبا دايره شي 2 أورو 50. كاينه في البلاصه فين كاين الحليب وكاين كذلك السموات ديال الدراري او العصائر كما كتشاهدوا معايا. هذا هو الحجم ديالها الثاني، القرعه كبيره شويه. وهنا في الجهه الاخرى البنات كما كتشاهدوا معايا راه كاين الياغورت بالاشكال والانواع ديالو، العصائر ديال الوليدات وكل شيء. غادي نمشيو لهاد البلاصه هذه، وبغيت نوريكم داك الفواكه المعسله اللي كنت ديجا واستعملت معكم ولكن لقيته خاوي كما كتشاهدوا معايا. انا غادي نخلي لكم التصويره ديالو علاش يعني علاش كنهضر. كانوا سولوني البنات فين غادي نقدروا نلقاوه، كيكون في هاد البلاصه هذه كما كتشاهدوا معايا. راه كاين حتى هاد القريعات ديال الكراميل وديال الشوكولات وديال كذلك ديال الفريز. غادي نوريكم هاد البلاصه ديال المواد ديال التنظيف كما كتشاهدوا معايا هنا. غادي نوريكم واحد الخيل ديال الماعن يعني باش كنغسلوا الماعن، الصراحه زوين بزاف مركز يعني، وكديري غير قطيره ولكن مية قليله كيرغوي وكيدي معاك مده طويله البنات. هو هذا اللي غادي نوريكم دابا، راه فيه 600 مليلتر داير تقريبا 99 سنتيم، وكاين هذا الحجم الكبير فيه إترو يعني لتر و 300 مليلتر داير تقريبا أورو 85. الصراحه زوين بزاف البنات غير جربوه. وكاين هذا يعني فيه الريحه ديال الليمون داير أورو 30 فيه إترو، حتى هو زوين بزاف يعني كيما قلت لكم البنات كديروا منه غير كميه قليله وكيرغوي. وبالنسبه لهنا لهذا ديال اللي كيحيد الكراسه او كيحيد الدهنيات كاين داير أورو 30 هذا بالنسبه فيه الصابون، وكاين هذا النورمال العادي داير حتى هو أورو 56 كيحيد الكراسه تغسلي به يعني البوطه الفران اي حاجه. وكاين هذا بالنسبه للبنات اللي عندهم دوك البوطات ديال الدجاج او ديال الضو، وكاين هذا حتى هو ديال الكراسه الصراحه هو اللي كناخذ زوين بزاف داير 3 أورو 10. كاين هذا ديال الميركادونا يعني الصنع ديال الميركادونا الصراحه حتى هو زوين، ولكن هذا شويه عنده بحال الجهد ديالو مجهد كيحيد زوين الصراحه مجربه. وهذا البنات راه ما كيخطانيش من الدار الصراحه واعر واعر بزاف. كاين هذا البرودوي كنغسلو به الاورنو او كنغسلو به الفران ديالنا، ولكن انا كنستعملو كنغسل به يعني كان اي حاجه فيها الكراسه بحال هكا مقالي فيهم الكراسه بزاف او الدهنيات بزاف هو اللي كنستعمل البنات، راه افيكاس يعني دقه بطلاش خلي اش خليناها حنايا الصراحه زوين بزاف راه داير غير اورو. بالنسبه لهذو البنات ديال الجفاف يعني باش كنجفوا الارض ديالنا كاين هذا الصراحه زوين بزاف الريحه ديالو رائعه داير أورو 68، وكاين هاد النوع هذا حتى هو. كاينين بزاف البنات ديال الانواع الصراحه الاسمنه ديالهم مناسبه، ولكن هادو كيعجبوني بزاف بزاف يعني. دابا كنوريكم غير الحاجه اللي كنشري والحاجه اللي مجربه بطبيعه الحال. وكاينين هادو بالنسبه كذلك الريحه ديال الحوايج يعني في الماكينه ملي كتبغي تصبني كديري الريحه، كنجرب هذا ريحته زوينه عجبني بزاف. وكاين هذا الغوز اللي حداه حتى هو زوين، وكاين هذا البرودوي حتى هو فيه الريحه زوينه ديال بحال هكا الفوتويات ولا بالنسبه لهكا النواماس ولا كترشي فيهم كتخلي الريحه دير تقريبا شي 2 أورو 30. وغادي نوريكم هنا بالنسبه حتى للتيد انا البنات هو هذا اللي كنستعمل ديال مارسيه الصراحه واعر واعر. هذا الكرتونه الصغيره دايره 4 أورو 50، وكاينه هذه الكرتونه الكبيره دايره 7 أورو وتقريبا 6 أورو 99 يعني 7 أورو. زوين بزاف البنات الريحه ديالو زوينه، وحتى هو كي يعني كيحيد البقع والثمن ديالو مناسب وكيدي مده طويله. وكاين هذا حتى هو ديال مارسيليا يعني نفس الماركه، غير هو هاد يعني داك تيكون خالي يعني جاري كيكون في الفيديوهات يعني كاين هنا كاع الانواع اريال كلشي موجود يعني كاين كاع الانواع. كنوريكم غير اللي كناخذ. بالنسبه للقايطه اللي كنت استعملت معكم في هذيك الوصفه ديال الحلوى بدون فرن راه هي هذه اللي استعملت دايره اورو، وكذلك البنات يعني بسكوي زوين، وحتى هذيك اللي كنت استعملت معكم في هذيك الحلوى يعني ديك الباستا ها هي فين كاينه حتى هي دايره اورو يعني كاينه هنا في البلاصه فين كاين هادشي ديال البسكوي او القايطه وهادشي ديال الباستات الانواع والاشكال ديالها. وكاين هنا بطبيعه الحال الكوفيتير حتى هو بجميع انواع ديالو.
وهنا البلاصه ديال سيرياليس او ديال كورفليكس كاين هاد الدقيق ديال الشوفان، كنسونت عليه واحد المتتبعه خلات لي تعليق قالت لي اختي فين كاين الشوفان، كاين هنا في بلاصه يعني حدا فين كاين سيرياليس او الكورفليكس لتحت كتلقاي كما كتشاهدي معايا الدقيق ديالو داير اورو، وكتلقاو كذلك يعني اللي تيكون هكاك حبوب حيت الصراحه كيجي زوين ديري هكا مع الحليب، وهو راكم عارفين البنات مفيد بزاف بزاف. وكاينين هنا كذلك هاد الروايح اللي كنديروا بها في الدار ديالنا، صراحه زوينين زوينين انا مجرباهم رائعين، غادي نوريكم حتى العود ديال الند ديال العود، ها هو فيها البنات 20 حبه يعني 20 عود، الصراحه زوين بزاف كي يعني كتشعلي عود واحد كيبقى لك تقريبا حتى ل 50 دقيقه يعني ساعه وهو شاعل. وكاين حداه كذلك هذاك ديال الياسمين، الريحه ديال الياسمين رائعه البنات، زوين زوين بزاف يعني كيدي مده طويله وكيخلي لك الدار تبارك الله فيها الريحه رائعه. وكاينين كذلك هادو اللي غادي نوريكم هنايا الصراحه حتى هما زوينين، كتحليهم وكتخليهم الصراحه كيخليو الريحه رائعه في الدار. هذه ديال الفانيليا كما كتشاهدوا معايا، المهم الثمن ديالها تقريبا داير شي اورو 85، فيها حتى هي الانواع والاشكال. وكاينين هادو اللي رخاصين دايرين 60 سنتيم، كاين ديال الحامض ديال الخزامه وكذلك ديال الكوكو حتى هو. وبالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على الجيكس ها هو فين كاين، صراحه زوين بزاف. هنا الجيكس راه كاين بالكريمه ديالو او فيه ديك الماده ديالو اللي كتساعد انك تتحك بها الماعن. وكاين هذا يعني الجيكس الاخر داك الحرش، راه زوينه البنات كما كتشاهدوا معايا، راه فيه 3 ديال القطع داير 70 سنتيم والاخر داير 85 سنتيم. وكاينين هنا لي كوات ولا تا هذوك باش كنحكوا الماعن. هنا غادي نمشي على حساب فين كاينين السينيال وكاين الماكياج الروايح يعني البرودويات او المرطبات ديال الوجه المرطبات ديال اليدين. غادي نوريكم فقط اللي كانوا سولوني على التيكاباج، راه كاينه هنايا صراحة زوينة بزاف، انا هي تقريبا شي 4 سنين هذه ولا 50 وانا كنستعملها، غير دابا هنايا البنات كما كتشاهدوا معايا غادي نوريكم بدلوا ليها اللومبالاج. بغيت نوري البنات هنا بالنسبه حتى الكمامات ها هما كيبيعوهم في الميركادونا دايره 6 اورو. وكذلك كاين حتى المعقمات ولانكول والكحول، ها هي البنات غادي نوريها لكم، غير هي قلت لكم كما قلت لكم بدلوا ليها اللومبالاج ديالها يعني ولات على هذا الشكل، هذا راه دايره 2 اورو، ها هي 2 اورو 90، هذا هو الشكل ديالها، فيها يعني جوج كريمات او جوج بواطات كتخلطيهم وكديريهم للوجه ديالك، الصراحه زوينه بزاف غير جربوها. وهاد الجهه الاخرى راه كاينين يعني شامبوان الانواع والاشكال ديال الميركادونا والغير الميركادونا، ان شاء الله في شي فيديو غادي نديرو خاص فقط بهاد الشامبوانات، الصراحه لحقاش بدلو ليهم اللومبالاج. وكذلك البنات فيهم بزاف ديال الحوايج اللي زوينين، يعني كاين واحد ديال عجبني ديال زيت ارغان رائع، ان شاء الله قلت لكم في فيديو اخر غنخصو فقط للشامبوانات. صافي كما كتشاهدوا معايا هنايا راه كاينين انواع ديال الصباغه ديال الشعر والماكياج. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ويكون كذلك يعني استفدتوا منه ولو القليل بالنسبه للبنات اللي كنسولوني على بزاف ديال المنتوجات. متنساونيش من التعاليق واللايكات ديالكم اللي ديما كتشجعوني بها، واللي اول مره كيشاهد الفيديو ديالي ما ينساش يدير اشتراك في القناه ويفعل كذلك الجرس باش ان شاء الله يوصلوا اي جديد حطيته في القناه. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.